دلوقتي نقدر نفحص المنظر، مفيش ولا تفصيلة غابت، وكل شيء بيقوله بيعبر من غير كلام ولا صوت. أول ما ضغط الموت على زر في الملكوت بخفة وبجبروت في يوم أغبر، وقف الشريط في وضع ثابت. دلوقتي نقدر نفحص الصورة، انظر تلاقي الراية منشورة متمزعة، لكن مازالت فوق بتصارع الريح اللي مسعورة. انظر تلاقي البلاد أجيال وراء أجيال رفعاها باستبسال، ونزيف دمى سيال، نزيف دمى سيال على الجبهة. وفي عنفوان النضال وقف الشريط في وضع ثابت. خلي المكان دي يرجع المشهد، عايز أشوف نفسي زمان وأنا شاب داخل في رهط الثورة وأنا غضبان ومش عاجبني جن أو إنسان. قال المكانجي رجوع مفيش، عيش طول ما فيك أنفاس تعيش. بص شوف ركن الشباب فيه 1,000,000,000 شاب، ومش عاجبهم لا وصي ولا أب. انظر إليهم وانت تتذكر ليه ضربة صابت وضربة خابت وضربة وقفت بالشريط في وضع ثابت. انظر وشوف على المهل بالراحة، الشمس وسط القبة قداحة، والقدس واقعة والحرم من داس، صوت الجرس والأدان على قلبها حراس، وادي بطلها هل في الساحة، قلب الحجر في الإيد بيغلي حماس. قال المكانجي بلوم ولا مكلوم، قال المكانجي وشريط شغال، ملكش تسأل سؤال. انظر وشوف الحق لما انهان، وانظر وشوف الآن، بكرة بقى امبارح في حضن زمان، وبعد بكرة فوق همومك فات. مفيش شريط مأجور ولا خوان، ولا شريط له ثبات.